السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مجددة لكم أحبابي في درس جديد وحلقة جديدة. اليوم سنتعلم بطريقة احترافية رسم منظر طبيعي بالصخور والجبل والبحيرة، فما تفوتوش الفيديو لأنه هام. سنتبع بعض الخطوات مهمة لأحبابي المبتدئين بكل سهولة، ستساعدهم في بعض التقنيات وتسهل عليهم الرسم. في البداية اللون تركواز، اللون الأخضر والأزرق والأبيض، الفرشاة العريضة، نحاول نبدأ بلون السماء، ودائما طلع ديال الماء في الكانفاس ديالي أو القماش كيليل ليا العملية ديال الإدماج. كيف ما كتشوفوا درت طبقة ديال الماء باش نباشر التلوين. كنحاول دائما ندير المساحة ديال السماء باش نباشر العملية ديال التلوين للبحيرة بسلاسة. وكتلاحظوا بأن الصبغة دائما مع الماء كتعطي واحد العملية ديال الإدماج سهلة. اللون البنفسجي مع اللون الأبيض، ثم كنجيب الفرشاة اللي خليت فيه واحد النسبة ديال الصباغة تركواز وندمجها مع الصباغة تحت مباشرة باش ندير واحد الخط ديال الأفق في اللون البنفسجي كيعطي تدرج لوني. نحاول ندمج دائما، ندي الفرشاة ونجيب العملية ديال الإدماج بسلاسة وسهولة. تكرار العملية كيعطيني إدماج قوي وجميل، حتى كيندمج اللون البنفسجي مع التركواز. طبقة أخرى ديال اللون تركواز قوية بإضافة الأزرق والأخضر، ولاحظوا نفس عائلة اللون ولكن كنزيد المركز اللوني باش يعطيني هاد الطبقة، وندير الصباغة لتحت باش رسم البحيرة اللون لون البحيرة لتحت. لاحظوا عملية التلوين السهلة، دائما ندعم اللون ونكرر العملية ديال التلوين باش نحظى بقوة اللون، يبقى عندي اللون قوي وصافي كيف ما كتشوفوا أحبابي. مرة أخرى اللون البنفسجي، ونحاول ندعم اللون البنفسجي بطبقة أخرى على مستوى خط الأفق تحت لون السماء مباشرة، لأنني بغي هاد اللون يكون في خط الأفق في المنظر الطبيعي. وبخطوط أفقية كنحاول ندير سحب بنفسجية جميلة. لاحظوا العملية ديال الإدماج ديال اللون، ثم نحاول نرسم بعض السحب اللي غادا تعطيني إدماج مع اللون التركواز اللون الأزرق. غنخطط المنظر الطبيعي وغنبدا دائما بالجبل. لاحظوا عملية التخطيط السهلة، دائما على مستوى خط الأفق يعني وسط اللوحة، واللون كيف ما شفتوا قوي باش يبين لي تفاصيل ديال الأبعاد المنظر الطبيعي ديالي بفرشاة رقيقة لسان الطير. ثم كندير بعض الخطوط اللي غادا تعطيني هنا صخور، ونختم بها المنظر الطبيعي ديالي كيف ما شفتو، خط باين وواضح. ثم نجيب اللون الأصفر والأبيض والأصفر كريم، بطبيعة الحال الأصفر كريم مركز لوني، والألوان أخرى ألوان أكريليك مدموجة مع الكولا غريفي وصباغة الكواتشو. لاحظوا عملية الإدماج، كنحاول دائما نعطي واحد النسبة قليلة للون الأصفر باش يبان اللون الأبيض قوي في السماء. ونبدأ في رسم السحاب، حاولوا تلاحظوا العملية ديال رسم السحاب دائما. فرشاة الأنجولو رقيقة، وكنبدأ ندير في واحد الحركة لولبية دائرية كتصنع لي الموتيف ديال السحاب. والعملية اللي كندير دائما كنحاول نكررها باش يتدمج اللون
مع الخلفيه ديال السماء كيف ما شفتوا. تكرار العمليه هو اللي كيعطيني ادماج السحب في خلفيه السماء. لاحظوا هذه العمليه، كنوضع اللون ثم كنبدا ندمج من التحت ونخلي النسبه ديال اللون الفوق في السحاب. لاحظوا العمليه وطريقه الادماج ديال السحب، كنخلي واحد النسبه ديال اللون الفوق واضحه وقويه، وكنجر اللون تحت نحو الخلفيه ديال اللون التركواز اللي في السماء باش يتدمج اللون وتبان حتى الضبابيه في السحب. وهذه العمليه غالبا ما كنديرها في جميع فيديوهاتي باش نبين لكم بان عمليه السحاب سهله للغايه. لاحظوا العمليه، كندمج ونعاود نكرر الادماج ديالي ونضيف اللون الابيض باش يندمج مع اللون الاصفر ويجي بطبقه خفيفه اللون الاسود والبنفسجي والازرق. لاحظوا العمليه ديال الادماج وطبقه اللون اللي غادي ندير باش نبدا في سحب اخرى افقيه. وضعيه السحب غادي تبين حتى تنوع اللوني اللي كاين في السماء ديال السحب افقيه، دائما على مستوى خلفيه الجبل وخط الافق. لاحظوا اللون البنفسجي اللي درتو خفيف في السماء كيفاش غيندمج مع هذا اللون، غيعطي واحد التناغم لوني جميل. نعاود نكرر العمليه ديال الادماج باش نعطي للون مساحه وتبان السحب واقعيه ولها تاثير على خلفيه السماء كيف ما شفتوا، باش يدوب اللون دائما ما يخليش البقع ديال الصباغه تبقى تبان معزوله، يدوب ويندمج ويعطيني سحب. ثم باللون البنفسجي خفيف كندير واحد الاضاءه من الفوق بخفه وتبان معزوله على اللون الاول، ونعاود نكرر اللون وندمج بالاصبع حتى يتم الادماج بطريقه سهله. ركزوا على وضعيه السحب في السماء. الان ناقصني اللون البنفسجي اللي غنديرو في مستوى خط الافق، غنوزعو لتحت مباشره على مستوى خط الافق باش يكمل لي العمليه ديال الادماج ديال اللون البنفسجي اللي بقى في الخلفيه مباشره وراء الجبل تحت خط الافق. لاحظوا العمليه ديال الطلاء وديال التلوين، ثم نضيف اللون الابيض على السحب باش نعطي اضاءه ويتدمج اللون الاصفر مع الابيض وما يبقاش يبان اللون اصفر. لاحظوا العمليه ديال الادماج مع اللون الابيض كيعطي واحد الجمال وكيخفف ليا حتى اللون في السماء، لان طبقه اللون الاصفر اللي درت في السماء لا تناسب الالوان اللي كاينه في السحب. لاحظوا العمليه ديال طلاء اللون الابيض وديال ادماج اللون الابيض مع الاصفر. العمليه ديال التكرار اللي كندير بالفرشات كتعطيني ادماج وكيدوب اللون، وحتى المساحه ديال اللون في السماء كتبين شكل السحب وواقعيه السحب في السماء. لاحظوا، وممكن ندير اشكال اخرى ديال السحب. لاحظوا دائما العمليه، الان اللون الازرق والاسود والبنفسجي والاخضر، غنحاول ندير تلوين الجبل وطلاء اللون ديال الجبل. لاحظوا الطبقه ديال اللون، لون رائع وجميل. ممكن نغير الطبقه نحو البنفسجي والاسود بحكم ان الخلفيه ديال الجبل بنفسجيه، انا اختاريت هذا اللون باش يبان واحد الاختلاف لوني في المنظر الطبيعي، وبالتالي يعطيني تنوع جميل رائع والالوان تكون قويه. كنجيب اللون الاحمر والاسود باش ندير لون بني، بني قوي بنكهه اللون الاسود. لاحظوا عمليه الادماج بفرشاه الانجولو، نهيئ اللون ديالي بكل بساطه. عمليه الادماج سهله كيف ما شفتوا، دائما نجيب لونين وندمجهم بطريقه سهله
ثم ندير طالع الصخور اللي خططتهم في اول فيديو. طالع ديال الصخور المساحة كلها غادي نحاول ندير لها نفس اللون بفرشاة الانجولو وما نفوتش خطوط اللي اطرت وخططت في هاد المساحة ديال الصخور، وحتى اللون يبان وتظهر لي المعالم ديال المنظر الطبيعي ديالي بكل سهولة. نمشي لمرحلة اخرى، نجيب اللون الاصفر والاصفر كريم والابيض والاسود وشيء من اللون تركواز، ندير خليط ونصوب لون، نصنع لون غادي نديرو كفراش للالوان ديال المنازل والمدينة اللي غتكون تحت الجبل مباشرة. لاحظوا لون الظل والفراش الاول لهاد البيوت والمنازل اللي غتكون هنا، نحاول ننوع من هاد الطبقة ديال اللون. دائما لاحظوا لون فاتح للجهة اليسرى ولون غامق الوسط، ثم غنفتح مرة اخرى باللون الابيض باش نبدأ طبقة اخرى من اللون، ونفس التركيبة ديال الالوان كنحاول نلعب بها في هاد المساحة باش ندير تنوع لوني من نفس طبقة اللون فيه شكل من الاضاءة. لاحظوا بفرشاة الانجولو دائما تقريبا راه كندير تقريبا اربعة الاشكال ديال فرشاة الانجولو على حسب الارقام ديال فرش الانجولو. عندي فرشاة كبيرة عريضة انجولو وفرشاة صغيرة انجولو كذلك، لذلك استعمل الطبقات والارقام على حسب الزوايا لان هذه المساحة ضيقة اللي كنخدم فيها، يجب ان استعمل دائما فرش صغيرة اللي كتعطيني الزوايا الضيقة كهذه العملية اللي كنقوم بها. الطلع ديالي بكل سلاسة وسهولة. نمشي الان بطبقة واحدة من اللون على مستوى تحت الجبل كيف ما شفتوا بيوت ومنازل غتعطيني شكل ديال المدينة مباشرة تحت الجبل وفي واجهة البحيرة. الان اللون الترابي غنبدأ ندير الان في تفاصيل ديال الجبل، موتيف غيبين ليا الأتربة والرمال اللي كاينه في الجبل، بالتالي نبدأ في التفاصيل ديالي بكل سلاسة. فرشاة الأنجولو المسننة واللون، لاحظوا عملية توزيع اللون في الجبل. هاد الجرات كتحدد لي الموتيف ديال الجبال وديال الأتربة. نضيف اللون الأبيض على اللون الترابي اللي بطبيعة الحال درت فيه اللون الأصفر والبنفسجي والأحمر والأسود والأبيض وعطاني الطبقة، ونبدأ نصنع في الموتيف ديالي بسلاسة وسهولة، ونكرر العملية دائما كيف ما شفتو. كنحط الفرشات ونوضع الفرشات في شكل أفقي مسطح ونجر جرات خفيفة. لاحظوا العملية ديال جر الفرشات، وغالبا ما كنحاول نقرب لكم هاد العملية ديال جر الفرشات لتحديد الموتيف، وكنحاول نبينها لكم باش تعرفوا بأن العملية سهلة بالفرشات. ممكن حتى السكين أو الجراتوار نخدم بهاد العملية، ولكن أختار أحيانا الفرشات لأنها تصنع موتيف مغاير للسكين كيف ما هاد الحالة اللي احنا عندنا في هاد المنظر الطبيعي. أريد أن أصنع موتيف مغاير لضربات السكين. لاحظوا التحديد ديال اللون بشكل سهل وسلس، ولكن نحاول نحدد طبقات ديال اللون بنفس اللون. لاحظوا كنغير الضربات من حين الى اخر، كنجر جرات قوية في بعض المناطق وخفيفة في بعض المناطق
باش نحدد دائما التنوع اللوني بنفس الطبقة. حاولوا ما امكن تركزوا مع هذه العملية ديال الموتيف وديال تحديد التفاصيل ديال الجبل. وهذه طبقة اولى غنحاول نبني عليها ضربات اخرى بالسكين ان شاء الله. لاحظوا العملية ديال تحديد اللون وتوزيع اللون في الجبل باش يعطيني الشكل الترابي، اللون الترابي في الجبل، ونحافظ على نسبة الظل قليلة كيف ما غتشوفوا من بعد. وهذه طبقة هيئتها فقط لان غتجي طبقة اخرى من بعد غدت تعطيني التكملة ديال الالوان. نضيف اللون البنفسجي على نفس الطبقة ونوزعه في المساحة اللي خليتها بدون تلوين. انسجام اللون هنا غيبين ليا طبقة وشكل طبقة ديال اللون الترابي مع خلاف للون الاول لم يظهر لي شكل اللون الترابي. الان مني غندير الطبقة ديال اللون اللي فيها البنفسجي غتبدأ تبان يعني انسجام اللون الترابي مع هذا اللون. وراني خليت واحد النسبة ديال اللون تحت ظاهرة وبينة باش تبان الالوان لها عمق حقيقي في المنظر. الان اللون الابيض والاصفر والترابي غندير واحد الخليط ونخفف اللون باش نبدا في تفاصيل السكين فوق الجبل. لاحظوا هذه العمليه الجميله اللي غادي تحدد لي الموتيف بشكله العام على التراب ديال الجبل. لاحظوا ضربات بالسكين غنوعها ونحاول نوزعها بشكل خفيف بحيث تبقى عندي النسبة ديال اللون الاول ظاهرة وبينة وتعطيني واحد توزيع خفيف بهذا اللون، سيظهر لي الشكل العام او المكتمل ديال الجبل. وممكن نزيد طبقة اخرى ولكن اكتفي دائما كما اقول لكم دائما اكتفي بطبقتين او ثلاثة لكي لا اتقل كاهلكم بالتقنيات وبالعمليات. ولكي تستفيدوا ممكن نضيف طبقة ديال اللون ابيض خفيفة. لاحظوا التوزيع ديال اللون وطريقة توزيع اللون غتحدد لي الموتيف بشكل عام لمنظر الجبل. ضربات خفيفة كتعطيني الإضاءة وتعطيني الشكل ديال التراب. من جديد غنجيب اللون الأسود والأحمر والأصفر كريم والترابي اللي درتو في الجبل والأبيض وندير خليط باش نبدأ الآن في تفاصيل الصخور. وبالسكين غنبدأ نصنع في الموتيف. الآن لاحظوا العملية ديال الجر من الفوق إلى التحت خفيفة لينة سلسة كنباعد بين الخطوط باش نخلي دائما واحد النسبة كبيرة ديال اللون الظل. لاحظوا عملية توزيع اللون بالسكين كيف تتم. وما نقيدكمش أحبابي بنوع من الجرات، نحاول نجره في أي اتجاه باش نحدد الموتيف، ماشي بشرط نحدد المساحة ديال الاتجاه وندير هاد الجرات. لاحظوا كيفاش كان نباشر العملية ديال الجر في مساحات قليلة بحرية بدون أن أتقيد بشكل من الجرات. المهم نصنع موتيف غيبي لي صخور لأن هاد العملية تستشكل على أحبابي وكيلقاو فيها صعوبة، ما كيعرفوش كيفاش يحددوا هاد الإضاءة. أقول لأن العملية تلقائية بشرط نخلي نسبة ديال لون الظل ظاهرة وبينة باش يبان الشكل ديال الإضاءة والشكل ديال الظل في المنظر، بالتالي كنحصل على صخور واقعية. الآن غنحاول نعطي إضاءة للون البني اللي درت فوق الصخور بإضافة اللون الأبيض والأصفر والترابي. لاحظوا العملية
اللي كتتم الان بالسكين والغراتوار. لاحظوا هاد السكين المثلثه الجميله. الان غادي نضيف مره اخرى بدون لون اسود، اللون الاحمر والاصفر كريم والابيض، باش نعطي اضاءه جميله ونبدا نحدد في الضربات ديال الاضاءه في الصخور. غتعطي واحد الشكل كيف ما غتشوفوا من بعد. لاحظوا اللون وطبقه اللون اللي اختاريت. نبدا بنفس العمليه اللي درت في الاول، نجر جرات خفيفه من الفوق وبدون تكرار العمليه، ضربات خفيفه غتعطيني الاضاءه، الشكل ديال الاضاءه. وفي كل زاويه درت في الاول كنعاود نكرر من الفوق لمسات خفيفه فقط، كانها لسعات بالسكين تعطيني اضاءه. الان غادي نحاول نبدل اللون، ندير اللون الاحمر مع الاصفر قليل، نديرو لتحت باش يعطي واحد تناغم لوني مع الحفاظ على لون الظل كما قلت. مره اخرى غنمشي للون البنفسجي والترابي والتركواز ونوزع اللون في البحيره. لاحظوا بفرشات الانجولو اللون كيفاش غيعطيني الانعكاس ديال لون السماء ولون التراب ولون الجبل ولون الصخور، كلها الوان تنعكس فيها الضربات، لانني دمجت لون البحيره ولون الصخور ولون الجبل ولون السماء. باش ندير هنا بعض الظلال اللي كاينه في البحيره بفرشات الانجولو وبخطوط عريضه وافقيه، كنديرها بعشوائيه وافقيه كيف ما شفتوا. كرر اللون دائما ونعطي مساحه ونخلي اللون التركواز اللي درت في الاول ظاهر وبين، ولكن دخل فيه هذا اللون غيبين واحد الانسجام في البحيره وغيبين واحد الانعكاس ظلي وانعكاس لوني في البحيره، اللون الابيض والاصفر. نحاول نقوي اللون الابيض هنا باش ندير اضاءه ونبدا الرسم الان في المنازل وفي الدور باش نرسم مدينه هنا على شاطئ النهر. لاحظوا بفرشات الانجولو الرقيقه نحاول ندير موتيف ديال بيوت ابواب ونوافذ ودور. لاحظوا بمربعات وبخطوط نحاول نختارها وندير لها مساحات فقط بدون تأطير وبدون تخطيط، عملية كتتم بسهولة. كندير خطوط وندير مربعات ومستطيلات، خطوط مائلة وخطوط أفقية وخطوط عمودية، مربعات ومستطيلات كتبدأ تظهر لي في شكل ديال المدينة، شكل ديال البيوت ومنازل وأحياء كيف ما شفتوا. كذلك اللون البرتقالي، لاحظوا العملية ديال اللون الأبيض والأصفر كيفاش غتعطيني الإضاءة وتظهر لي الشكل ديال البيوت والمنازل، ونحصل في الأخير على مدينة على شاطئ البحيرة والنهر. توزيع دائما بنفس الطريقة، ضربات من هنا وهناك لسعات، نقلب الفرشات ونحاول نضربها مسطحة، نضرب بطريقة عمودية وأفقية وبالرأس ديال الفرشات. لاحظوا ونبدل اللون، نضيف اللون الأبيض، ندير اللون الترابي، ندير اللون البرتقالي باش نحظى بالتنوع كما قلت بدون تحديد الأبعاد ديال هاد الضربات اللي كندير، مجرد خطوط أفقية وعمودية ومربعات ومستطيلات وشكل ديال خطوط مموجة. كنحاول نرسم مدينة على شاطئ النهر والبحيرة بطريقة سهلة. لاحظوا بنفس الفرشات، فرشة رقيقة أنجولو جميلة. الآن اللون البني والأسود والأخضر، نبدأ ندير في ظل تحت مباشرة
تحت على قاعدة المدينة أو المنازل كيف ما شفتوا، ونعطي ظل تحت على المياه بهذا اللون البني اللي بنكهة الأخضر، بني بنكهة الأخضر، لأن هذا اللون خاصو ينعكس على الألوان اللي درت. نضيف اللون الأخضر مرة أخرى، نحاول نرسم أشجار وظلال هنا، ندخل الظلال ما بين البيوت والمنازل باش تعطيني ظل كذلك. لاحظوا العملية بسهولة، كنوزع كما قلت بدون تأطير وبدون تحديد المعالم ديال هاد البيوت، مجرد خطوط فقط. الآن اللون البني غندير صخور أفقية على شاطئ البحيرة، ثم ندير قارب أو زورق هنا بخط مقوس. لاحظوا كذلك أمام أو تحت الجبل، وندير اللون الأصفر والأسود والأبيض باش ندير شراع. لاحظوا العملية ديال تلوين شراع بسهولة، وكنعتذر لأن هاد العملية ما ظهرش في الفيديو بشكل قوي. لاحظوا التلوين وطريقة التلوين، ثم ندير انعكاس ضوئي باللون الأصفر كريم والبرتقالي والأبيض وشيء من البني، دخلته خفيف فقط بضربات لاحظوا عمودية غتعطي لي انعكاس ديال اللون ديال البيوت والمنازل في المياه. ولاحظوا اللون التركواز اللي درت في الأول كيفاش بدا يبان، وتبدا النسبة ديال الإضاءة فيه مع انعكاس ألوان السماء على البحيرة كتعطي واحد الشكل رائع. اللون البني كذلك نضيفو على اللون الأصفر وندمج بفرشاة الأنجولو. لاحظوا الإدماج مبللة غتعطيني الانعكاس ديال البيوت والمنازل في البحيرة. نحاول ندمج ونكرر وندمج ونعود نكرر وهكذا حتى يبان اللون ضبابي وعنده واقعية في الانعكاس في المياه. لون بنفسجي وأسود نديرو تحت المنازل مباشرة غيعطي كذلك ظل انعكاس ظل في المياه بخطوط أفقية وفرشاة الأنجولو، غتعطيني تنوع في البحيرة في الألوان. كاع الألوان اللي كاينين في المنظر الطبيعي غينعكسوا على المياه. هنا لاحظتوا اللون أصفر، اللون بني، اللون بنفسجي، اللون أسود، اللون أخضر، كلها ألوان تجتمع هنا باش تعطي انعكاسات ضوئية في البحيرة. ونبدأ ندمج بالفرشات العريضة طبيعة الحال بللتها بالمياه، ثم نجيب السكين واللون الأبيض ونبدأ نرسم في خطوط أفقية غتعطيني الانعكاس الضوئي اللي كيبان بين العنصر واللون، يعني كل عنصر غنعطيه الانعكاس ديالو بهذا الخط، يبان انعكاسه وتبان اللسعة الضوئية في الوضعية ديال كل عنصر في هذا المنظر الطبيعي. بالتالي نكون ساليت الآن اللون الأخضر والأسود، غنديرو كظل هنا على الصخور ونختم المنظر الطبيعي ديالي بكل سهولة وسلاسة. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة وكانت سهلة وخفيفة الظل عليكم. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارتاج بين أحبابكم وأصدقائكم ليعم المحتوى الهادف ونستفيد من التعليم والصنع.